اكيد الدوله اللي مديره الشيء هذا. نعم. انت يا دوله تبي تدعم الشيء هذا ما تضحكش على الناس وتقول لهم لا انا جايب 70,000 راس و 80,000 راس. والله ماني عارف، والله بصدق ماني عارف. لكن تجي تقول لي انا ندير دجاج، عادي ندير دجاج، انت تحب الدجاج خليك عاد دجاج، ما تبيش تعيد ما تعيدش، ما عندكش مشكله. نتيجه ارتفاع اسعار الاعلاف يزيد الموضوع هذا. مشاهدينا الكرام حياكم الله، مشاهدي سيسون دزنوفا تونسي هنا من مدينة بنغازي وتحديدا من داخل الأسواق الخاصة ببيع ومواشي عيد الأضحى المبارك. نلتقي مع أحد التجار، أهلا وسهلا بك. مرحبتين بكم، كل سنة طيبين إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا رب عادوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات يا رب. اليوم يشهد السوق ارتفاع يعني في الأسعار، وكل الناس تحط اللوم على التاجر، وفي اللي حط اللوم على الدولة، نبغى نعرف وين المشكلة اللي أدت للارتفاع بالشكل هذا في سعر الأضاحي، اللي أنت تعرف أنه متوسط دخل المواطن الليبي يعني من 1200 ل 900 دينار لل 1500 دينار، يعني وما زال في حاجيات عيد ونحن مقبلين على أيام مباركة، يعني السبب في ذلك؟ والله أنا شايف أنه ما فيش سبب، ما اللي حدد ال 1200 دينار المرتب الشهري، وما اللي دار 900 دينار، وما اللي دار 2000 دينار، أكيد الدولة اللي مديرة الشيء هذا. نعم. فالدولة عارفة أن في الناس جاي عليه شهر كريم، أن في عيد أضحى، فمفروض هي اللي تدعم الشيء هذا، ما لهم علاقة بالتاجر. التاجر عنده الخروف يأخذ فيه من 7 شهور و8 شهور ويربي، وعنده موت، وعنده كذا، وعنده مصاريف، وعنده رعاة، وعنده هذا كله تكاليف عليه. فلما جيت بهت له تلقاه ما هوش هو السبب، التاجر يعني التاجر ما هو السبب. انت يا دولة تبي تدعم الشيء هذا ما تضحكش على الناس وتقول لهم لا انا جايب 70,000 راس و 80,000 راس، تعدي تفتح لي اعتماد 70,000 راس ب 30 ب 500 ب 600 مليون، يحط نص 250 مليون او 200 مليون يحطهم في يفتح فيه في حساب في البنك برا، ويحط النص ويجيب النص الثاني يبيعه هنا للمواطنين، يقول لهم انا جبت لكم والله وانا دعمت لكم. هذا كله طبعا مع الجمارك اللي هي تاخذ في القرار الجمركي، وهي اللي مفروض تحدد الشيء هذا. انت يا تاجر يا فلان سين من الناس واخذ دولار 500 مليون، وين الغرفه التجاريه اللي عندك في ليبيا اللي هي تطلع منها السعي؟ وين الغرفه التجاريه اللي في اسبانيا؟ وين اللي في بلغاريا؟ وين اللي في رومانيا؟ يعني الاسعار الان شفنا ان سعر ال 1200 دينار المستورد سعر غالي، اليوم انت عندك ب 1300 ووطني يعتبر. اكيد اكيد سعر غالي، لان 1200 اذا كان هو بيكلف 70 يورو، 70 يورو في ال 5 جنيه ونص هذا بدون فتح اعتماد من السوق السوداء، ال 70 هذين في ال 5 ب 350 جنيه، وال 5 في ال وعندك ال 50 في ال 70 350 جنيه، يعني الاجمالي بتاعه ما يتفاوتش ال 400، ما يتفاوتش 400 دينار، وهو ما فيش عليه جمارك، ما فيش عليه شيء، نحن حطينا الحموله 10 يورو، حطينا وكاله 10 وهو ب 50، هذين 70. 70 في 5 350. نعم. وعندنا النص. لكن الدوله تقول اليوم ان هي جابت لك العلفه ووصلتها لك ال 100 دينار يعني هل الكلام هذا في منه؟ هل حيساهم الكلام هذا في الانخفاض؟ كم ياكل الحولي؟ خلينا نقوله بصراحه. ما يساهمش، ما يساهمش. وكم يصرف؟ ما يساهمش، الدوله جابتها سين من الناس وسين من الناس، وكلهم عندهم ما شاء الله عندهم سعي، عندهم سعي بال 2000 و 3000 راس، هذين جن انزل حط في المخازن سكر عليه نكملت ارقى من جديد. هذا هو الدولة هيك ماشية، فما نضحكوش على رواحنا ان الدولة دعمت شهر وتسكر، دعمت يومين وتسكر، ما ينفعش. انت عندك الحولي ياكل في كيلو ونص في اليوم، ياكل في كيلو ونص. كيلو ونص؟ اي نعم كيلو ونص. اذا كان يعني مدى موسم كامل انت عندك هنا. انت عندك الحولي الواحد كيلو ونص، عندك كم انت عندك 500، عندك 1000 راس، انت عندك 1000 راس في كيلو ونص ياكلن 1500، 1500 ياكل في طن ونص في اليوم، ياكل منه طن ونص في اليوم. بعدين انت كم تبي تعطيني 3 طن 4 طن 5 ايام 6 ايام كملها. نعم. وبعدين تضطر انك انت تشتري العلفه من السوق السوداء من برا. اللي جابت العلفه هذه خذاها دسها حطها شويه رقت من جديد، رقيناها بعناها. يا تاجر خذيت انت حصتك، وانت خذيت حصتك براوا، خذينا ودعمنا وسلام عليكم. نعم. سلام عليكم. فكده يعني سبب في قصور، هل تقصد في قصور في الرقابه؟ الدولة يعني؟ في كل شيء، في الرقابه، في غرفه تجاريه، في الاقتصاد. نعم. كله فشل 100%. اقتصاد انت يا اقتصاد انت حدد لي سعر، انت مش عندك غرفه تجاريه برا؟ عندك غرفه تجاريه، يجيك سين من الناس يبي يشتري منك عن طريق غرفه تجاريه، انت غرفه تجاريه راهو سين من الناس هذا شراه مني ب 10 يورو، شراه مني ب 100، راهو الخروف يكلف 100، تعال هنا اكلف 100
ونقله كذا، راهو نحن بنحطوا لك نسبه 10% بتبيع بها، ما بعتش بها 10% مش حن نحولوا لك. برايك اليوم ما الحل يعني؟ هل استرجاع الشركه الوطنيه للمواشي بس؟ رجع المواشي، رجع شركه المواشي، رجع شركه المواشي كيف قبل. كاين ايام شركه المواشي موجوده اللي عند 35 دينار يا رجل، عند 35 دينار كاين تاخذ بالاعتماد ب 35 قرش تمام، وخلوها اليوم تاخذها بجنيه ونص. الدوله شركه المواشي تابعه من؟ تابعه الدوله. الدوله والدولار هذا بيطلع من من؟ مش من الدوله، مش جهه وحده هي. خلاص خليها تاخذ وتبيع للناس. شركه المواشي ما عادش بينا، شركه المواشي معروفه هذه بتبيع ب 200 معناها ب 200 معروفه من الاقتصاد ومن هذا كله ومن هنا يعني معروف. ان شاء الله الناس تعيد يعني. انا ب 1300 جنيه يعني، وفي ب 1200 والناس تعيد ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام نستطلع اراء المواطنين والتجار في داخل سوق المواشي الخاصه ببيع الاغنام. نلتقي مع احد المواطنين. يعني اليوم المواطن يتساءل لماذا الاسعار مرتفعه؟ انت تتجول انت العويله ما شاء الله، الاسعار هل هي في مكان المواطن؟ لا والله، لا والله. كم الاسعار؟ تو سالت انا زريبه غادي قال لي ب 2700. يعني انت كصاحب مرتب او رب اسره يعني 2700 دينار ما حتى لو كان في مرتب يعني، ما تحط 3000 في حولي وبعدين كيف يصير؟ المن السبب؟ ترجع يرجع المن السبب، هل للدولة أم للتاجر أم وين المشكلة؟ والله ماني عارف، والله بصدق ماني عارف. أنا لي يومين نبرم في السوق باهي، طبعا أنا راجل عادي يعني عسكري وأموري عادية وما عنديش مشكلة. لي يومين نبرم في السوق، فاجي في الساعي هذا من 1200 عند 3000 جنيه. جيت 3000 جنيه هذا مثلا احنا نقولها دولاب يعني كبير، وفي اللي يحب يعيد به هذا مش هذه حاجه تخصها هو، لكن انت كمواطن عندك من 1200 عند 3 يعني 1300 1400 هذين كلهم عيات، كان لازم تقول لي حولي ب 3000 جنيه ايش دخلك ب 3000 جنيه؟ خذ الحاجه المستوره المعقوله معقوله ان نعيد بها انا وعيالي ومنظري سمح قدام عيالي وقدام اسرتي وقدام كذا تمام. نجوا للجانب المادي، يجي يقول لك بلا العيد اليوم باه النقلات راه يرقى راه تلقى شاري الهلا ولا وليده الصغير نقال ب 2000 ولا 3000 جنيه. نقول لك كيف صار وين الشعير تاعه والدوله كيف ما عطاتها الشعير والنقال والدواء هذاي؟ ايش منها كلام هذا؟ هذا عيد ربه، هذه سنه، سنه عرف كيف الرسول عليه السلام دافع على جميع المسلمين، ما تبيش الديره خليك على نقلاتك وما يبوش منك شيء. خليك بس امسك لسانك وامور كويس، لكن تجي تقول لي انا ندير دجاج، عادي دير دجاج، انت تحب الدجاج خليك على الدجاج، ما تبيش تعيد ما تعيدش، ما عندكش مشكلة. انت تشوف من النظرة هذه، لكن في ناس تقول لك انا ما عنديش مقدرة اني حتى ناخذ ب 1200 جنيه، لان في مرتبي مثلا 900 جنيه. باهي تمام، نحن ما قلناكش لازم تعدي تاخذ ب 1000 جنيه، في ناس الطيبة وفي ناس راهو في ليبيا نحن، والله جارك مش كويس اللي بعدك اللي بعدك والله ما يخليك بالعيد. لو ان حتى يلمولك نحن واحد من الناس من اعلى منا شرانا واحد ما يقدرش يعيد والله من وراه نعدي نلم له حق عيد ونجيب له. ما فيش في ليبيا يعني في مجتمعنا ما فيش حد يعيد، خوك ولا تزيدك ولا عمك تكافل يعني. من مره نحن واحد والله جبنا له عيد، يا جبنا له عيد لما جبنا له عيد قال لا راني انا مستور عد وعاط فلان، لا انا مستور هذا فلان. مره صارت لي ازمه انا بنحكيها لك يعني في العسكريه تما تجي سنتين ما نسلكش، جو اصحابي كل واحد دل علي قلت لهم لا انا الحمد لله اموري يعني كل الناس تعيد ان شاء الله. كل الناس تعيد، كل الناس عبالهم بس وان شاء الله الصوح حينزل شويه. هذه في الاعلاف طبعا نتيجه ارتفاع اسعار الاعلاف يزيد الموضوع هذا، وبعدين في التكلفه اخرى ما لهاد يعني ماهيش تكلفه العلفه بس يعني انت مرعى مزرعه كلها شراء بفلوس هذا كويس والله الا في مصاريف يعني طول الموسم نحن في حتى موت وفي نحن ايام ونحن نخدموا في الزراعه نجيبوا في الاعلاف مدعومه من الدوله كويس والله والاسعار منخفضه، لكن تو ما فيش اعلاف ما فيش حتى اللي دفع في علفة المواطن دفع ما جاتش لحد الان تولي 6 شهور قريب اربع شهور دافع في حق العلفه ما جاتش يعني في مشكله في الاعلاف هذا 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 السبب الجوهري الاساسي في الموضوع. بالنسبه لاسعار الرعاة يعني بتاع اكيد عندك راعي وكذا، هل هو سبب اخر في الارتفاع؟ طبعا مره طبعا من 700 وطالع لل 1000 1200 وصل عند 1500 في سنواتين يعني بالنسبه لاسعار الرعاة حتى هم بالتزايد
نعم سي الحاج نحن تجي حمله تجي حمله عشوائيه على جانب خلاص يرقوا لك عند 2000 يزيد السعر. سي الحاج يعني نتمنى ان كل مش مدروسه في الدوله مش حاجات مش مدروسه نعم نجي نخش على الهجره غير شرعيه نقبل ناخذ فيهم بطريقه غير مباشره يعني نضر المواطن بطريقه غير مباشره. انت ضريتني لما جيت اخذ رعي وتخلي سعي سايب كويس والله ضريتني انا كويس والله. بس الحاج شنو المشكله؟ هل لابد من تنظيم العلفه وتنظيم الاسعار وتنظيم كذا حتى يلتزم كل الناس؟ نقول لك حاجه انت تربي موال يعني انت تربي انا موال وتاجر في نفس الوقت كويس والله. اذا كان الدوله هذه مناشده للدوله اذا كان هي الدوله تبي تنظم موضوع المواشي وتربيه الاغنام كويس والله يجب انها تعود للجمعيات الزراعيه التعاونيه الزراعيه الاولى هذه بالزراعه الجمعيات التعاونيه الزراعيه ينظمها قانون رقم 46 كويس والله. هذا هو اللي يخدم المواطن ويخدم صاحب السعي والموال. والله بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالنسبه للاسعار يعلم الله ان غاليات الشهاده يعني حتى واحد بيطق في الخارجي ما يطقش الخارجي. انا راجل موظف في التعليم وراتبي 1200 جنيه شو بتاخذ بيه ب 1200؟ حتى تمشي تسال على الخارجي تلقاه ب 1300 1400 يعني صعب. شو المشكله؟ وين المشكله؟ والله ما عرفنا المشكله. انت المشكله غياب الرقابه. انا نقول حاجه معليش بالنسبه للسعي الوطني هذا الوطني ممكن الموال ممكن يعني صح حصل متاعب وعلفه مع علفه اللي حكى عليها لكن الخارجي اللي جاي من برا الديريه بالسعر هذا عليش يعني شو بيكلف الخارجي؟ واجد يعني وكيف جايبينه والبابور مالش كيف يومين وثلاثة كيف نازل يعني كيف جاي؟ حاجه غريبه يعني بصراحه يعني والله الناس ان شاء الله ربي يكون في عونه كلها يعني في عزوف يعني عند الشراء يعني لاحظنا كل السوق مليان ما زال معبى سعي يعني الناس ما تشريش يعني قاعد السعي قاعد لكن بالنسبه للوضع ما نحكيش علينا الله اعلم الموال شنو صح ممكن العلفه وممكن الموال تحكي لكن بالنسبه للخارجي يا جماعه الخارجي كيف جاي؟ حاجه غريبه والله. نتمنى ان شاء الله ان كل الناس تعيد وان شاء الله سنه مباركه ان شاء الله يا رب وعيد مبارك ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله ربي يسعدك سلمك بارك فيك. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي سيزون تيسنوف نقلت لكم العدسة من أرض الواقع هنا من داخل سوق المواشي. عزوف عدد من المواطنين وارتفاع في بعض الأسعار. التاجر هنا يعزي الأمر إلى غلاء الأعلاف وتاجر والمواطن يتحدث أين المشكلة وبين المطرقة والسندان. السلام سلاتي لقناة سيزون تيسنوف بنغازي ليبيا.